مشاهدونا الكرام، اهلا بيكم في الكوره مع ريلمي واولى حلقات البرنامج، وضيفنا احمد عز الدين المحلل الكبير، وهنتكلم عن مباراه الزمالك والوداد البيضاوي. خساره للزمالك من الوداد واقتراب من الخروج من دوري ابطال افريقيا في تكرار ربما لما حدث في سيناريو الموسم الماضي. اولا اهلا بيك عز. مساء الفل. الماتش النهاردة ما في بقيادة فنية جديدة لجوزوالدو فيريرا، مفترض كان الناس متوسمين ان هم يشوفوا اداء مختلف للزمالك عن المباريات السابقة، ولكن كانت المفاجأة الاولى في التشكيل واستبعاد طارق حامد، رغم ان هو انضمامه للقائمة كان الناس شافت ان هو اكيد كده معناه ان هو بقى جاهز بما انه بيتمرن بقاله اكتر من يوم، ولكن في النهاية استبعد. فظهر الزمالك بنفس تشكيل المباراة الماضية وكمان بنفس الأداء وكمان النتائج المخيبة في دوري أبطال أفريقيا والاقتراب من الخروج. الماتش فيه تفاصيل كتير قوي أو زوايا كتير قوي بمعنى أدق. طبعا أعتقد أن أهم حاجة بالنسبة للناس في الوقت الحالي هي القرارات الأخيرة اللي صدرت، القرارات الخاصة بعرض لاعبين للبيع، قرار بعدم تجديد عقود بعض اللاعبين، يمكن أبرزهم بكل تأكيد أبو جبل، طارق حامد وأشرف بن شرقي، بعد رحلة طويلة جدا من الكلام والمفاوضات والتوقعات. الموضوع ده هو أكتر حاجة دلوقتي شغلاني ليه؟ أو ممكن تكون شغلة جمهور الزمالك كمان، لأن بالنسبة للناس كلها فكرة توديع دوري أبطال أفريقيا هنتكلم عنها على جنب، لكن إيه اللي جاي؟ ايه اللي الزمالك داخل عليه؟ هو ده السؤال المهم. انا كل اللي شغلني سؤال واحد بس، هل تم التنسيق مع جوزوالدو فيريرا فيما يخص القرارات دي ولا لا؟ لان الاجابه لازم تكون لو الاجابه لا هنبقى في مشكله كبيره جدا، لان ده معناها ان لو انت جبت مدير فني، مدير في اي مكان، واخدت منه احسن الموظفين، فدي مشكله كبيره. فلو جوزوالدو فيريرا جاي الزمالك على اعتبار ان انا معايا النجوم دي وواخد ضمانات ووعود بان النجوم دي مستمرة، دي حاجة غير انه يكون جاي وعارف ان في احتمالية لرحيل النجوم دي، غير انه يكون جاي وبعد اول مباراة النجوم دي اوت مش موجودة معاه اصلا. المشكلة هنا دايما بالنسبة لي في ان الزمالك هو واحد من الاندية الكبيرة اللي لازم يكسب دلوقتي ولازم يبني لقدام. دايما الناس بتبص على دلوقتي وبتنسى قدام، لان فكره انك تبص على دلوقتي مهمه قوي للزمالك، لكن الحق يتقال هو جوزوالدو فيريرا غير مسؤول بالمره عن خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا. لكن اخر تجربه شفناها لما الزمالك خرج من دوري ابطال افريقيا كان باتريس كارترون بيقود المباراه الاخيره للزمالك المؤثره يعني، وخرج الزمالك من البطوله بس قدر يكسب الدوري لان كان في باصص على تحت رجلي وباصص لقدام. فشل تحت رجلي، فشل الخطوة الأولى صحيح، لكن قدام مشي بشكل جيد مع باتريس كارترون وقتها، مع نجوم، مع نجوم صف أول ما كانوش في حالة جيدة لأسباب كلنا عارفينها خلاص، وبالتالي هو جه كل اللي عمل إنه أدار الأزمة بشكل جيد ونجح في تنظيم الفريق وصولا للتتويج بالدوري. ثم بدأت المشاكل بتاعة رحلة باتريس كارترون في الموسم الجديد. فجوزوالدو فيريرا وإن خسر اللقب بتاع دوري أبطال أفريقيا من دلوقتي، لكن هو أصل الموضوع بالنسبة لي في وجود فيريرا إنك أخيرا معك مدير فني في ثقة من الجمهور فيه، وبالتالي في ثقة من الجمهور في قدرته على تصحيح مسار الفريق، وبالتالي يقدر برصيده عند الجمهور يشتري شوية وقت. فلازم الوقت ده اللي هيشتريه جوزوالدو فيريرا بثقة الجمهور فيه لازم يستثمر صح. ففكرة استثمار الوقت الصح هو اللي بياخدني للسؤال بتاع هل جوزوالدو فيريرا عارف ان النجوم دي كده مش مكملة معاه؟ طيب لو الاجابة هو عارف ان النجوم دي مش مكملة معاه، او الاجابة المنطقية او الاكثر منطقية انه كان عارف من الاول ان فيه ريسك ان النجوم دي ما تكملش معاه على اعتبار ان كده كده هما في مرحلة التفاوض على عقودهم، يبقى احنا هنا بنتكلم في ان طيب هو هيتبني الفريق ده بناء على ايه؟ لان انا ابتديت اشوف ناس بتلعب فوتبول مانجر، يعني ابتديت اشوف ناس عماله تقول ايه مش مهم طارق حامد هنجيب مهند لاشين، مش مهم اشرف بن شرقي، احمد رفعت ممكن يقوم بالدور، وابتدوا يعملوا موسم انتقالات الزمالك المقبل، ودي حاجه كويسه من ناحيه، بس من ناحيه تانية انت تفوضت مع 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 احمد رفعت ووافق، يعني تفوضت مع فيوتشر وجالك اللاعب، تفوضت مع مهند لاشين، هل مهند لاشين بنفس خصائص طارق حامد؟ هل هي دي الكوره اصلا اللي عايزها جوزوالدو فيريرا؟ مين الاجانب اللي جايين؟ الاجانب اللي هيجوا مكان لعيبه الاجانب الكتير اللي انت هتمشيهم منهم اوناجم واشرف بن شرقي دلوقتي، هل هتقدر تجيب نفس الكواليتي دي؟
دي الاسئله اللي لازم تطرح من دلوقتي وتبقى اجابتها عند جوزفالدو فيريرا بناء على طريقه اللعب اللي هو عايز ينفذها. بناء عليه نقدر نتنقل للخطوه التاليه وهي تحضير الفريق للموسم المقبل، وبعدين نديله الوقت في الموسم المقبل عشان تكون ادواته دي وصلت، لان الموسم ده داخل في صعوبات كتيره جدا. طيب كمان حاجه تانية، هل تم خلاص حصل قرار يبدو ان هو قرار قوي جدا من اداره الزمالك اعتراضا على مستوى اللاعبين، لكن هل تم التنسيق مع الإدارة الفنية واللاعبين ما تبقى من الموسم ده هيلعب اللعيبة دي ولا مش تلعب؟ هل معنى انهم مش هيجددوا انهم هيكملوا معاك الموسم ولا لا؟ ما دي كلها أسئلة مهمة. خلينا طيب نشوف الشواهد بتقول ايه، ان هو لو كان مثلا بنتكلم على انجيز والدو فريرا منسق مع الإدارة على القرارات دي ولا لا، فتوقيت صدور القرارات كان بعد المباراة بدقائق واللعيبة لسه ما دخلتش غرفة خلع الملابس. لحد امبارح او اول امبارح كان كلام الاداره على ان احنا في محاولات للتجديد مع اللاعبين وتحدد موعد بعد مباراه بيترو اتلتيكو ب 48 ساعه، اللي عايز يجدد يجي، اللي مش هيجي ومش هيجدد يبقى شكرا مش هنجدد له. فكل ده بيعني ان لا، مفترض ان ده مش بالتنسيق مع لا ليه مين قال فريق. اصل خد بالك، ما انا بقول لك في كذا سيناريو، منهم السيناريو الاقرب للمنطق ان الراجل جاي وهو عارف ان الزمالك في مرحله مفاوضات مع اللعيبه، فربما تنجح وربما لا تنجح لان هي في النهايه مفاوضات، وبالتالي هو في احتماليه لفقدان اللاعبين دي في الموسم المقبل كده ولا كده، لان القرار مش في ايدك لوحدك، القرار في ايدك وفي ايد اللاعب وانتوا بتقعدوا على الترابيزه وبتتكلموا. كمان الموسم الحالي بالظبط، دي بقى النقطه اللي انا اعتقد ان هي محتاجه كلام. هل تم التنسيق مع المدرب؟ طيب لو لم يتم التنسيق مع المدرب، هل تم التنسيق مع اللعيبه؟ طب لو لم يتم التنسيق مع اللعيبه، الشكل العام من اداره الزمالك او رؤيتها للفريق ايه؟ لان بالنسبه لي حتى القرار بتاع تصعيد الناشئين هو قرار في مجمله جيد، انت بتقول ان اللعيبه دي انت مش مقتنع انها بتقدم كل ما لديها، فعايز تروح لقطاع الناشئين لضخ دماء جديده. لكن هل القطاع فيه اسماء في الوقت الحالي قادره على قياده الفريق، ولا قادره على تدعيم الفريق فقط، ولا هتبقى جزء من سياسه النادي في الموسم الحالي اني اصبر على الناشئين بدون النظر الى النتائج، لان كلهم طرق غير بعض. وخليني اضرب لك مثل، اول موسم لارنولد تريند الكسندر ارنولد مع يورجن كلوب في ليفربول، كل جمهور ليفربول انت منهم، ما اعتقدش ان انتوا كان عندكم قناعه ان الراجل ده هيطلع منه اداء افضل باك يمين في العالم. لكن لان احنا مش معاهم في التمرين، فانت عارف كويس ان انت بتثق في يورجن كلوب، يورجن كلوب يثق في ان اللاعب ده لو النهارده بيديك 3 من 10 فبكره هيديك 4، بعده هيديك 5، بعده هيديك 6، لان هو شايف الموهبه وشايف القدره على العمل عليها. انت مش شايف ده كمشجع، هو شايف ده يوميا، فبالتالي الصبر على ارنولد وصلك لانك خدت احسن لاعب في العالم. اللي انا عايز اقوله ان مفيش حاجه بتتبني بين يوم وليله طبعا، الا لو انت عايز تكسب دلوقتي حالا، ده ليه اسلوب تاني خالص في الاداره. لو انت عايز تكسب دلوقتي حالا بس، فانت بتجيب راجل متمرس على الفوز دلوقتي حالا، على قائمه قادره على الفوز دلوقتي حالا. انما لو القائمه فيها مشاكل، او اللعيبه اللي عندك فيها مشاكل، او انت محتاج وقت علشان خاطر هتصعد ناشئين، او محتاج وقت علشان هتلعب بودلة لانك استبعدت مثلا نجوم الصف الاول او جزء منهم او الحاجات اللي شبه كده كلها تقودنا الى النقطه الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، التنسيق. بالظبط. وماذا بعد؟ طيب كلامك ده هياخدني لسؤالين مهمين جدا. اولا، تجربه الاستعانه بالفريق 2003 زي ما كان بيان مستشار مرتضى منصور بيقول، ناشئين وتصعيد الناشئين وما الى ذلك مش جديده على الزمالك، شفناها قبل كده، شفناها مثلا في جيل عمر جابر وحازم امام وعلاء علي مع كابتن حسام حسن، وكلنا عارفين الحته دي. اولا، هل ده ما بيبقاش حرق للناشئين ان انت فجاه تطلعهم في موسم اساسا ضعيف، انت مش يعني شايف ان هو قائمتك الاولى مش متقدم المستوى، فتقوم تطلعهم كلهم مره واحده مش مع اللي يسندهم، فتفقد مشاريع لاعبين جيدين مفترض لو اتحطهم في مع اللي هم الكبار وقتها يظهروا بشكل كويس. ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هل اصلا جمهور الزمالك لو يعني باللي هو لو تقبل فكره اللعب بالشباب، ده معناه ان هو خلاص كده احنا الموسم ده احنا مش هننافس خلاص؟ احنا ما هو ده اللي بقول لك بيقودنا للسؤال الاصلي، التنسيق، الخطه والرؤيه. لو الثلاث حاجات دول موجودين مش هتفرق، بمعنى ان انا لو قررت استثمر للمستقبل في الناشئين دول تمام. ما هو في الاخر انت بتقول لي التجربه اللي فاتت طلعت كام اسم جيد فعلا، وكم واحد منهم كمل اساسا؟ ايوه، ما ده السؤال، طلعت كام واحد؟
يعني الوقت اللي كانوا طالعين كان حسام عرفات وعلاء علي وعمر جابر وحازم امام ومش فاكر الباقي، كان في ناس تانية بس في الاخر ما حدش منهم دلوقتي غير يعني اللي كمل ليه المستوى الاول غير حازم امام وعمر جابر ومجموعه من اللاعبين اعتزلت ومجموعه من يعني في الاخر هو طلعت مجموعه من اللاعبين شالوا الفرقه او ساعدوا في شيل الفرقه. فانا مش شايف مانع يعني لو انت هتعمل تجربه، التجربه دي هتجرب فيها مثلا يعني خمس ناشئين، الخمس ناشئين هيدي لك منهم اثنين اسمين مميزين، ده مكسب ليك. لا بس لو هو ده الهدف، بس اطلع خمس ناشئين ادخلهم على مراحل مع اللعيبه الاول ده حاجه، وان انا اعتمد على الناشئين وهلعب ماتشات الفريق 2003 ده اللي اتقال ده حاجه تانية خالص. لو هو ده الهدف ايه الهدف؟ هو ده اللي احنا محتاجين نحط السؤال بتاعه ايه الهدف. لو الهدف بتاعي ان انا ابني فريق للمستقبل فليكن، يبقى معناها اقصد ان الفتره الجايه هي فتره ريسك بس بلا خسائر كبيره. يبقى التارجت بتاعي مثلا الوجود في المركز الثاني للصعود لدوري ابطال افريقيا على سبيل المثال، وبالتالي ده التارجت الرئيسي اللي هنتفق عليه في الغرف المغلقه، وهنلعب على اننا بنلعب على الدوري. لكن احنا كلنا فاهمين متفقين اداره مدير فني لاعبين ان ما تقلقوش يا شباب، اللعيبه الصغيره دي ما تقلقش، كده كده احنا عارفين كويس احنا رايحين على فين. ولازم القرار ده لما يتاخد يكون في ثقة في الناشئين اللي موجودين دول، بمعنى ان الجيل ده مميز هو يستحق يتصعد. وامثلة كتير حصلت في الكورة في العالم كله حصل فيها كده، فما عنديش مانع، بس وقتها لازم الناس تبقى متفاهمة او لازم يكون في وضوح في الرؤية ان ده مش الموسم بتاع حصد الثمار، ده الموسم بتاع زرع، وبالتالي الناس تصبر. هل ده هو الهدف ولا انت عايز تطلع الناشئين عشان عايز تكسب دلوقتي؟ لان ده كونفليكت. لو انت عايز تطلع الناشئين عشان تكسب دلوقتي مش هيحصل. بس ما تنساش كمان ان البيان مكتوب بالصيغه بتاعت بعض اللاعبين، وبالتالي انت ما تعرفش هو هيصعد كم واحد، وما تعرفش كمان زي ما اتفقنا هو اللعيبه اللي مش هتجدد عقدها تمام هتجمد ولا هتكمل كده. المنطق بيقول ايه؟ نكمله. لا المنطق ليه رايين في الموضوع ده. الراي الاول بيقول ان اللاعب في الوقت ده بيكون خارج مستوى التركيز، وبالتالي بيدور على عقود تانية، وكمان مش عايز يتصاب، فده راي. وعلى فكره اللي انا بقوله لك ده برضو على سبيل المثال هو حاجه كان راي لفابيو كابيلو شخصيا، واحد من اهم المدربين في العالم، لما جمد ديفيد بيكام، لما ديفيد بيكام مضى لوس انجلوس جالاكسي. طيب حصل ايه في نفس الموسم ده؟ ان ريال مدريد اتعرض لمصائب كثيره جدا من اصابات وايقافات ومشاكل مع اللاعبين وبتاع، ففك التجميد عن ديفيد بيكام وفاز ريال مدريد بالدوري بقياده ديفيد بيكام، وكان واحد من اهم اللاعبين اللي قادوا ريال مدريد للفوز بالدوري. وده كان لاعب واحد مش خمسه من القوام الرئيسي. ما انا خد بالك انت ممكن مثلا يبقى القرار ده متقسم، بمعنى ان واحد زي اشرف بن شرقي، واحد زي محمد اوناجم على سبيل المثال، الثنائي الاثنين دول مش هينفع تستمر بيهم لان هما كده كده محترفين اجانب، مش هيكملوا معاك الموسم في كل الاحوال ان لم يتم تجديد عقودهم مع النادي. وبقيه اللاعبين المصريين كده كده لازم يلعبوا لحد نهايه الموسم، وكده كده هما باقين في لنهايه الموسم. وفي منهم اللي ممكن يبقى عايز يطلع تجربه احترافيه، فالتجربه الاحترافيه بتنتهي قبل نهايه الموسم فتجمده. وفي منهم اللي ليه بدله زي مثلا على سبيل المثال مثلا فاهم، وانما في منهم اللي بلا بديل فعلي في ارض الملعب زي طارق حامل على سبيل المثال. كل واحد ليه كيس بتاعته، وكل لاعب ليه الشخصيه بتاعتها، وكل مدرب ليه طريقه في التعامل في المواقف اللي شبه كده. وزي ما قلت لك فابيو كابيلو كان عنده الراي اللي مستند اكيد على خبرات السنين طبعًا. انه يوقف ديفيد بيكام ويجمده، وكان عنده نفس الراي المعاكس انه يرجعه، ولما رجعه الراجل جاب له الدوري. الرايين اكيد صح بما انه واحد كبير خدهم بضخامه السي في بتاع واحد زي فابيو كابيلو، لكن في النهايه هو ايه فيهم الاصح؟ هي لازم تكون كيس باي كيس، وانا مش عايز الاراء اللي بتتقال تكون اراء انفعاليه بالظبط ومعتمده بس على المشاعر، لان المشاعر سهل قوي ان انا اقول لك اللعيبه دي مش قد تيشيرت الزمالك، اللي مش قد تيشيرت الزمالك يمشي. هم نفس الاسماء دي اللي كان بيتم الاشاره بيهم من اشهر بسيطه في الفوز باللقب، واكم من انديه كان بيبقى عندها لعيبه مميزه جدا بتعيش لحظات انتصار ولحظات انخفاض. المهم انك فعلا تقيم كل لاعب على حده، والمهم انك تفهم النقطه دي بشكل محوري مهم جدا، مين اللاعب اللي فعلا قلبه على النادي بس هو تاهت منه الطرق او انخفض لياقته البدنيه او حصل له ايه. ده يرجعنا للماتش، لان بالنسبه لي هو اصلا قبل المباراه ايه التحديات اللي عند جوزوالدو فيريرا فوزي؟
ان هو لازم يكسب الماتش ده باي طريقه علشان يستمر في النتيجه قبل الماتش ده تحديدا علشان يستمر في المنافسه اصلا. اوكي يبقى ده واحد ان النتائج فورا صح كده. اتنين كان ايه؟ ان في لياقه بدنيه منخفضه جدا للزمالك في الاسابيع الماضيه صح. ثلاثة بعض المبادئ بتاعت كره القدم الدفاعيه راحت من نادي الزمالك تماما. الزمالك بيدافع باسوأ طريقه ممكنه في الفترات الماضيه مع باتريس كارترون صح كده. ثلاثة أربعة إن في لعيبة منخفضة المستوى بشكل غير طبيعي غير اعتيادي زي أشرف بن شرقي على سبيل المثال. فأنت هنا بتتكلم في إن أنت عايزني في 4 أيام شغل أصلح تكتك أو أكسب وأصلح تكتك وأرفع لياقة وأرفع مستوى لعيبة فرديا في 4 أيام؟ دي حاجة صعبة جدا طبعا. مستحيل بالظبط كده. مش كان مستحيل لحد يحمله نتيجة الماتش النهاردة طبعا بالظبط. بس هي المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن الموضوع ده بيتسرسب، بمعنى ان لو مش واضح بالنسبه للناس ان ده كان جوزوالدو فيريرا صعب جدا يعمل الاربع حاجات دول في الوقت القصير ده هتبقى ازمه. وهنا النقطه الرئيسيه، النقطه الخاصه بالتوقعات العاليه جدا على فيريرا بحكم اسمه بحكم وتجربته السابقه مبدئيا. هو فيريرا فعلا بالفعل هو واحد من افضل المدربين اللي جم في الكره المصريه من حيث السي في. بتكلم في راجل بروفيسور فعلا بيشرف على رسائل، راجل مقدم يعني عدد كبير من المدربين الكبار جدا اشتغلوا تحت ايده منهم جوزيه مورينيو. طبعا العشره العشره ما دامتش بس ده العادي يعني بتاع مورينيو. انت بتتكلم في واحد درب في امريكا الجنوبيه ودرب في اسيا ودرب في افريقيا وفي اوروبا ودرب الثلاث انديه الكبار بتوع الدوري البرتغالي، وبالتالي انت بتتكلم فعلا على سي في كبير. بس مش معنى ان هو وصل دلوقتي حالا انه هيكسب دلوقتي حالا طبعا. ده مش منطقي طبعا. لو كان عمله كان هيبقى انجاز، بس لو ما عملوش فده المنطق. المهم انك توقف الخسائر في الاوقات اللي شبه كده، الاوقات اللي فيها دروب عنيف. اول حاجه في اداره الازمه انك توقف سيل الخسائر. الخسائر دي معنويه بالنسبه للعيبه، الاحساس العام بتاع سوء الاداء عند بعض اللعيبه، الاحساس في لقطه اعتقد ايقونيه في المباراه بتعبر عن المباراه كلها، الفاول ده بشرب شرقي طبعا طبعا. لان انت هنا بتتكلم في ان 4 لعيبه بيخطئوا في نفس اللحظه بنفس الطريقه وكلهم بره الماتش تماما، وفيهم لعيبه دوليه كلهم يعني... بن شرقي، حازم امام، ابو جبل، وبعد كده ومحمود علاء في النص. حتى لعيبه الوداد غلطوا فيها، يعني هي كوره كانت كوميديه بالظبط. بس انا قصدي الكوره دي معبره يعني. معبره جدا عن الحاله اللي عليها اللعيبه دي. والحاله اللي عليها اللعيبه دي هي مش حاله ناس، مفيش حد بينزل ماتش عايز يخسر طبعا. حتى لو عقده بيخلص لما بيقبضش فلوسه، لانه في النهايه هو مش نازل يرازي فيك يعني. هو عايز يكسب وعشان اسمه قبل اي حاجه. وما تنساش ان اللعيبه دي هي قاعده معاك على ترابيزه المفاوضات، ده معناها ان هي في نيه. لا مش بس في نيه، انها ما خلصتش يعني رسمي في حته فاهم. ولو خلصت في حته بالمناسبه هي مش هتتأيد قبل الصيف، وبالتالي حتى لو خلصت ممكن ما تتأيدش لو مستواها وحش. فبالتالي هو مش عايز يرسك، انما الفكره ان اللعيبه فعلا مستواها في انهيار بقاله فتره. احنا مش بنتكلم على ماتش النهارده. فالتوقعات، رجوعا لفكره التوقعات، التوقعات المرتفعه قوي على جوزوالدو فيريرا من الجمهور المفروض تدار صح. تدار صح ازاي؟ تدار صح بان انت واثق في الراجل ده. الاجابه لو لانها غالبا من اي مشجع زملكاوي في الوقت الحالي، ادي له وقت، سيبه يبني، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي بيننا وبينه. لو انا حسيت ان البنى بيعلى يبقى ده راجل تمام، لو انا حسيت ان البنى ما بيعلاش يبقى في ازمه، يبقى الراجل ده وياما جالك مدرب كانت سيرته الذاتيه مرتفعه، نجح في الولايه الاولى وفشل في الولايه الثانيه، واعتقد لو انا فاكر صح منهم اونري ميشيل على سبيل المثال. فاحنا بنتكلم في ان مفيش ضمانه للنجاح جوزوالدو فيريرا، لكن الرجل يملك رصيد. وبما انه يملك رصيد، المكسب انك تسيبه يكم برصيده ده يشتري وقت انت محتاجه جدا للبنى. وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني حول توقعاتك لرصيد يمشي بيه الراجل شويه، لان توقعاتك هتبقى غير منطقيه لو انت فاكر انه هيجي يصلح الاربع مشاكل الكبار قوي اللي موجودين في النادي النهارده. تعال نتكلم على الماتش واقول لك على انا قبل بس نروح لجوزوالدو فيريرا، عايز برضو حته التوقعات دي اسالك فيها عن حاجه. اولا الزمالك السنه دي مفترض ان هو بادئ موسم بقيمه ناقصه كتير، لا وقيمه منقوصه كتير جدا، ومحروم من التعاقد مع اللاعبين، ومع ذلك كان الهدف التحدي الخامس صحيح طبعا المهاجم يعني. ومع ذلك انت داخل دوري ابطال افريقيا
بنيه ان انت عايز تكسب البطوله بقايمه اساسا ما فيهاش بدائل في اغلب المراكز، ومع ذلك انت داخل وحاطط الهدف المعلن من قبل النادي ومن قبل الجماهير ان انت عايز تكسب البطوله. فهل ده كان خطا اساسا من البدايه في وضع الاهداف؟ زي ما انت بتقول انت لازم تحط اهداف علشان لما تحط هدف عالي انت مفترض مش قادر على تحقيقه وما تحققوش ما يحتسبش فشل. فهل ده كان اساسا خطا في تحديد الاهداف من البدايه بالنسبه للزمالك؟ الحاجه الثانيه، انت كفريرا انت وانت جايبه دلوقتي علشان خلاص ينقذ الموسم وان هو ينافس على دوري ابطال افريقيا وينافس على الدوري، بعد اول ماتش لما يكون قرارك ان انت تكمل بقايمه اغلبها من الشباب، فهل ده معناه ان انت ما قررتش كده؟ انت قررت تصعد شباب يعني. الشباب كده كده بيتمرنوا ولعبوا كده. لا انا قصدي هتلعبهم يعني، بس قصدي ده بص انا فاهم قصدك، فاهم ان في قرارات تبدو اكتر انفعاليه، مش انفعاليه، لا انا قصدي تبدو اكتر زي كانها تخاطب، بترمي اللي خلاص المنديل وانت مش هتكمل موسم، تخاطب مشاعر الجمهور لتهدئه الاوضاع. انا فاهم قصدك، بس لا انا مش، بص ما في اهلي او زمالك في اي ظرف ممكن هو حظه كده لازم ينافس على اللقب بالنسبه للجمهور، وبالتالي مفيش اداره هتيجي تعمل عكس اللي الجمهور عايزه، تحديدا لما يكون النادي عدى عليه ادارات مختلفه، كل اداره فيهم عايزه تثبت ان هي والله انا عملت اقصى ما عندي، فمحدش فيهم هيقدر ياخد الفكره بتاعت ان تعالوا نبني للمستقبل دي. ليبني للمستقبل واحد يكون عايش يعني مكمل للمستقبل، فالاداره الحاليه هي تملك طرف ان هي تقول كده لان عندها رصيد، والمدير الفني الحالي يملك طرف انه يقول كده لان عنده رصيد، لكن في نفس الوقت هو برضو ممكن ما يعلنوش ده، لان في النهايه انت بتتكلم على ان الجمهور هيستنى الدوري، فهي صعبه، بس في نفس الوقت المهم ان يكون في اتفاق، مش مهم اي حاجه غير ان يكون في اتفاق في تنسيق. وده كان السبب على فكره، او سبب مهم في رحيل اسانشيز والدو فيريرا في الولايه الاولى من الزمالك، لما كان في الاخر طلع تبادل ما بين الطرفين ان هو لا ما كانش في تنسيق، ان هو كان عايز يعزل الفريق عن الاداره والاداره بتقول لا ما كانش بيحصل، فده كانت من الاسباب اللي هي مفترض اللي فات بقى، لان دي كانت قصه بعيده وتانية، بس انا بتكلم في الوضع الحالي دلوقتي. الوقت الراهن في 5 تحديات مهمه عند جوزوالدو فيريرا، الخمس تحديات دول محتاجين وقت، وده اللي كان هيخليني اتكلم عن الماتش. على سبيل المثال، اي حد عايز يكسب الوداد او عايز يكسب ماتش وما عندوش خيار غير انه يكسب ماتش، هو مطالب بانه يلعب ضغط عالي. صح كده؟ المنطق بيقول كده. الضغط العالي ده محتاج لياقه بدنيه ومحتاج تدريب تنظيمي للضغط العالي، لان تطبيقه بشكل سيء كارثه. ليه؟ لان الضغط العالي ده عباره عن ان هي مجموعه بتروح، مجموعه الوسط بتروح وراها، مجموعه الظهر بتروح وراها. لو انا ما خدتش الكوره دي اتردت عليا بانفراد. جوزوالدو فيريرا النهارده بيقود مباراته الاولى، لم يطبق الضغط العالي من الاساس. اللعيبه لازم تكون على مسافه واحده، ده بنى للمستقبل، لانه في النهايه لا يملك امكانيه انه يرفع اللياقه وينظم الفريق ويعلمهم الضغط في وقت واحد. وده يرجعني مره تانية للنقطه بتاعه التوقعات. انا شفت البوست بتاع العجل بتاع اللياقه البدنيه لما خرج الله اكبر والبروفيسور رجع. ايوه البروفيسور رجع، دي حاجه هايله، لكن يا جماعه ده مش معناه ان هو هيرفع اللياقه ويظبط العجله هتعمل فرق. ففي النهايه حب الراجل وحب متابعه تدريباته لا ينفي او لا يعني ما يخليناش ننجرف ورا ان ده مش منطق. مش منطق انك تنتظر منه بعد 4 ايام يطبق كل ده، بدليل الدقائق بتاعت مباراه الوداد الاولى. لان انت النهارده بتلعب قدام الوداد عايز تكسب، ما عندكش حل غير انك تكسب، فبالتالي لازم تضغط عالي. بس انا ما عنديش الوقت اعلمهم يضغطوا عالي، وما عنديش الوقت اخترع عناصر جديده، وما عنديش رفاهيه اي حاجه من الحاجات دي، فبالتالي لا انا مش هضغط عالي، انا هحافظ على الخطوط متقاربه واحاول بس اوجه الضغط واحاول اساعد نفسي. الوداد لانه في ليفل تاني في الوقت الحالي، عنده ثقه كبيره، كسبانك ولسه جاي من انتصار عليك يعني، وبالتالي هو عنده ثقه، كان بيتناقل الكره بسهوله، ده حرق وقت كبير جدا على الزمالك على سبيل المثال، وادى ثقه اكتر للوداد تكتيكيا. انا متاكد ان فيريرا كان هيبقى عايز يضغط عالي، بس هو مش قادر، مفيش الطرف ده دلوقتي. لازم اعلم اللعيبه تقف صح وما تستقبلش اهداف عشان دلوقتي وعشان بكره، لحد ما تقف على رجلها، لحد ما اللياقه تعلى، وساعتها اقدر بالثقه وباختيار اللعيبه الصح وبالتعليم اللعيبه الاساسيات الصح انها تروح على الجول. وهدي لك مثلا دلوقتي واحد من الاسامي اللي الناس كلها بتتكلمش عنها، ما حدش بيهاجمه، عقده مستمر، ما حدش هيجمده، ما حصلوش اي حاجه زي لا الوينش على سبيل المثال. واحد زي الوينش
ايه رايك في مستوى الوينج النهارده؟ ما كانش في اول في الفتره الاخيره كمان حتى متراجع بعيد. طبعا صح زي بعيد. حاله الفريق كله ما هو متراجع. الوينش يعبر عن حاله الفريق لان ده بقى لاعب لا عقده قرب يخلص ولا في حد بيكلمه ولا عنده مشاكل ولا اي حاجه من الحاجات دي، لكن الوينش بعيد لان الفرقه كلها بعيده. فالفرقه محتاجه وقت عشان الوينش هيعبر لك عن الحاله، لان ده لاعب دولي متميز عمل سنوات ممتازه هيعبر لك عن حاله الفريق. في ولايه جوزوالدو فيريرا الاولى مع الزمالك من حسن حظه ان هو جه على فتره توقف، قعدت شهر للدوري بسبب الاحداث 40 يوم. حفظهم كل حاجه، وجوزوالدو فيريرا بيتقال ان هو يعني بيلعب، طبعا هو بيلعب اغلب طريقته المفضله 4-3-3 ومقاربه لكاروش زي ما كان برضو تمت المقارنات في الايام الماضيه. فاولا هل ما نقدرش نحاسب جوزوالدو فيريرا غير بعد التوقف بتاع مباراتين السنغال، مصر والسنغال، وقتها تبقى فعلا التكتيكات خلاص اديت لفيريرا الوقت الكافي اللي هو يبدا يشرب طريقته للاعبين؟ لا امتى بقى؟ ملهاش علاقه. لان خد بالك من حاجه، انت بتتكلم في ان المنطق بيقول ان حتى لما هياخد اللعيبه الدوليه هتروح لمنتخب مصر، طبعا اللعيبه الدوليه دي هي عصب الفريق بالظبط كده. فانت هتدرب لعيبه بعد كده يجي لك لعيبه المنتخب من منتخب مصر يلعبوا هم الاساسيين. طب وبعدين امتى يبقى فيريرا خلاص اخد فرصته؟ هو ما هي دي النقطة اللي ما ينفعش أشوفها إلا لما أعرف هو الاتفاق على إيه. الفكرة بسيطة جدا، بيقال عشان إحنا دايما بنستنسخ إنه الراجل ده محتاج 40 يوم عشان يحفظ اللعيبة. بس ده مش قرآن طبعا. هو في النهاية إحنا بنتكلم في إن هو جاي وهو عارف الظروف، فهو جاي يدير أزمة، فإدارة الأزمة معناها زي ما اتفقنا كده، على سبيل المثال ممكن جدا المدرب ممكن ياخد خطوات ان انا مش هغير التكتيك، انا هحاول اصلح الاساسيات، هصلح الاساسيات وبعد كده ابتدي اغير التكتيك، وبعد كده ابتدي ابدع في التكتيك. بمعنى ايه؟ ان انا هلعب 4-2-3-1 زي ما انا، هصلح بس ترتيب الفريق دفاعيا وهجوميا، وبعد كده هبتدي اشتغل على ان انا اطبق التكتيك الجديد بتاعي 4-3-3، بعد ما اجيده ابتدي ادور على حلول للمهاجم مثلا فالعب بمهاجم واحد. هدي لك مثلا، هي رحله اشبه برحله باتشيكو مع الزمالك. هو جه في وقت الراجل ده برضه بيحب برتغالي وبرضه عنده واحده من اساليب اللعب اللي كان بيفضلها كانت 4-3-3، لكن هو جه في وقت الزمالك دخل فيه على سيمي فاينل، خلاص ثبت يلعب بنفس الطريقه حفظنا، بعد كده ابتدى يحاول يشتغل على التكتيك اكتر، وبعدين ابتدى مثلا يقوم لعب ماما راس حربة وهمي عشان يحل مشكلة رحيل مصطفى محمد وهكذا. واعتقد ان معظم جماهير الزمالك متفقة ان باتشيكو ما كانش سيء طبعا في الولاية بتاعته، لكن اجمالا يعني هو ده قصدي خطوات ادارة الازمة. ففيريرا اعتقد ان عنده الخبر. الاهم كان بالنسبة لي كمان، واعتقد ان دي ادارة الزمالك منتبهة ليها، كانت فكرة الجهاز بتاع فيريرا، لان الجهاز بتاع فيريرا هو العصب الرئيسي للعمل، لان الراجل مش بس عشان هو كبير في السن، بس عشان واحده من اساليب شغله. فيركسون، اليكس فيركسون في البدايه كان في بدايه فترته مع مانشستر يونايتد كان بيبني كل حاجه بايده، بيحط الاقماع زي ما بيقولوا، ثم تدرج لحد ما قعد في المكتب بتاعه فوق وابتدى يبقى اداره الفريق مسؤوليه الجهاز الفني المساعد وانا مدير. فجوزوالدو فيريرا جاي لك بالطريقه دي. كان الجهاز الفني السابق لجوزوالدو فيريرا مميزا للغاية في الموضوع ده، وبالتالي الراجل لما جه دلوقتي احنا بننتظر ان الجهاز الفني المساعد ليه يكون على نفس درجة التميز، عشان انت محتاج تختصر الزمن. فاختصر الزمن باني ما نمش، اختصر الزمن باني بالفيديو اعلم اللعيبة الاخطاء بتاعتها، بمنتصف التدريبات اعلم اللعيبة الوقفات الصح. الوقت كل لحظة في الوقت الحالي مهم ان جوزوالدو فيريرا يستفيد منها، وبما ان الراجل احنا زي ما بنتكلم هو مدير اكتر منه مدرب، ففي الوقت الحالي جهازه هو اللي محتاج يشتغل على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة. بس كل ده محتاج خطة، كل ده محتاج خطة عمل، وخطة العمل بتبدأ بي انا عايز اوصل لفين، عايز اوصل لايه. فانا عايز اكسب دلوقتي حالا مختلف عن ان انا عايز اخد الدوري السنة الجاية، كل واحدة فيهم ليها اسلوب، فاهم؟ عايز اكسب الدوري السنه الجايه او عايز اضمن الفوز بالدوري العشر سنين الجايين، كل واحده من دول ليها طريقه. عايز اضمن الفوز بالدوري العشر سنين الجايين، هقول لك طيب قول لي هو المحترفين اللي انت بتجيبهم منين، بتصرف عليهم منين. فهقول لك مثلا يبقى هنا ممكن نستنسخ تجربه سان داونز
لما ابتدوا يروحوا يدوروا على اللعيبه اللي في امريكا اللاتينيه اللي في دوريات منخفضه السعر زي الدوري الاوروغواياني على سبيل المثال والدوري الاكوادوري والدوري التشيلي والدوريات دي واجيب المواهب من هناك ويبقى ده المنجم بتاعي. يبقى انا عرفت كده انا هعمل ايه مع ده. طيب الناشئين هو القطاع بتاعي شغال ازاي؟ ومثلا التجربه الممتازه اللي عملها الاهلي في الفترات الاخيره اللي هي لاعب لعيبه صغيرين طلعهم اعارات محمد عبد المنعم احمد عبد القادر ده نتاج الشغل الجيد بتاع قطاع الناشئين بيصدر للانديه والانديه بتستفيد واللاعب بيستفيد وبتكسب. فيبقى انا كده جبت الناشئين وطورتهم. فيبقى انا عندي بلان ان كمان 3 سنين انا بجني بقى انا عندي احسن محترفين شايفهم واسعارهم صغيره وعلى مقدرتي وعندي احسن لعيبه ناشئين فانا ابتديت ابني ال10 سنين الجايه. ده طريق وفي الطريق بتاع انا عايز اكسب دلوقتي حالا. يبقى لا يبقى احنا محتاجين اشرف بن شرقي ومحتاجين احسن نسخه من طارق حامد ومحتاجين المجموعه اللي موجوده دي تفوق دلوقتي حالا. فاهم؟ كل حاجه من دول محتاجه السؤال الاصلي انت عايز ايه وبعدين نحط الاستراتيجي ونتفق عليها وننفذها. طيب نقرا تعليقات الناس شويه. يلا بينا. عبد الفتاح ابو فاطمه بيسال ايه رايك في تغيير زيزو واوباما؟ طبعا اوباما خرج ما بين الشوطين ونزل محمد ونجم وزيزو نزل خرج في الدقيقه 72 ونزل مكانه رزاق السي وكان طبعا تغيير الناس كلها علقت عليه بما ان زيزو هو الافضل في الزمالك خلال المباريات السابقه يعني. مظبوط. انا ما عنديش ادنى معلومه هو جوزبالدو فيريرا قد ايه عنده رصيد للاعبين قبل ما يجي بمعنى عارفهم قد ايه. وبالتالي على سبيل المثال انت مثلا اول مره كارلوس كيروش استبعد فيها نجوم كبار محمد شريف ومجدي قفشه احنا قلنا يا نهار ابيض بالظبط مش منطقيه. انت بتستبعد احسن مهاجم وهو بالنسبه له بيستبعد لعيب شافه مش بيجيد في المباراه دي او مش بيديله اللي هو عايزه في المباراه دي. هو ما عندوش سابق انجازات للناس دي لانه ما يعرفهمش كويس. ده اسلوب. وخلي بالك برضو في حاجه كمان برضو من الحاجات اللي لفتت نظر الناس كلها ان زيزو في الشوط الثاني كان اقرب للاعب رقم 10 مكان اوباما مع خروج اوباما تحديدا هو تحول رقم 10 وده قلل من مستوى زيزو المعهود لانه مش مركزه فبالتالي في الاخر اضطر ان هو يخرجه. فبرضو ده بيصب في نفس الكلام اللي انت بتقوله ان هو انا مش عارف امكانيات زيزو الافضل فين فعشان كده لجأت ليه في الحته دي. او ممكن حاجه ثانيه يكون الراجل بالنسبه له ما ده جزء من الموضوع ان هو بالنسبه له انا بحاول الاقي اي تريكه تختصر الزمن وبالتالي طب ما تيجي نجرب ان زيزو يدخل القلب طب ما تيجي نجرب ان نحاول نربك الوداد بان زيزو يدخل القلب ويبدل مع بن شرقي طب ما تيجي نجرب ان كلنا نوجه اللعب ونعمل حاجه اسمها اوفرلود لجبهه واحده على سبيل المثال طب ما تيجي اوفرلود وبعدين نحاول ننقل اللعب لواحد تاني الناحيه التانيه. هي كلها محاولات من الراجل. علشان كده انت هتقيم المحاوله بتاعته على ان هي تجربه فيك ولا هتقيم المحاوله على انها محاوله؟ لو انت بتقيمها على ان هي تجربه فيك لو كتر من التجارب وكل التجارب بتاعته فشلت تقول له شكرا مش عايز. انما لو هو بيجرب حاجه اتعلم منها مش فكره تتعلم منها بس فكره ان جرب حاجه والتانية والتالتة والتلاتة نجحوا من الاصل الاربعه يبقى انت ساعتها تقول له شكرا. وهدي لك مثلا احنا كلنا عندنا مثلا شكوى من كارلوس كيروش مع مروان حمدي صح كده مثلاً. لكن هل عندك مشكله مع محمد عبد المنعم؟ لا طبعا. هل عندك مشكله مع عمر كمال عبد الواحد ولا احمد فتوح اللي هو برضو اداله الثقه اكتر انا بتكلم على اسماء كانت خارج اطار الاهلي والزمالك وعمر مرموش وغيرهم. فلو انا قلت لك مثلا الراجل هيجرب 5 محاولات وفشلت منه واحده من وجهه نظرك ونجحت 4 يبقى الراجل كويس. فهي نفس الفكره بالنسبه لفيريرا. اعتقد ان هو ما عندوش سابق انجازات لزيزو. هو باصص على الماتش كماتش وشاف ان زيزو لما حطه في مركز رقم 10 هو بقى بيدور على ناس جوه البوكس اكتر فحط رزاق سيسي على اعتبار ان رزاق بيلعب كمهاجم اكتر وبرده بكل تاكيد في دور للناس اللي حواليه في ان هي تشرح له اللعيبه دي بتعمل ايه. لكن اي بني ادم مصري قاعد على الدكه بيقود فريق مش هيطلع زيزو من الملعب اصلا في اي وقت في اي بطوله باي تيشرت سواء الزمالك او المنتخب مصر لان هو في افضل حالته بكل تاكيد. هو من اكثر اللاعبين حركيه واللعيبه والجمهور بيحب اللاعب اللي هو حاسس طول الوقت بيبذل كل مجهوده. يعني في الشوط الثاني النهارده كان متواجد في يعني نادرا ما بيحصل ده في الزمالك ولكن الخمسه الاجانب كانوا موجودين في الزمالك في الشوط الثاني في وقت من الاوقات حمزه المسلوسي ونجم ورزاق سيسي وسيف الدين الجزيري واشرف بن شرقي. فبرضه ده برضه بيقول لك ان هو ايه يعني لو واحد ما يعرفش لو اكيد اللاعب المحترف احنا جايبينه لانه افضل من الموجودين فدفع بيهم لانه لسه مش على درايه تامه بقدرات اللاعبين. قد ربما تكون كده وربما تكون رؤيه فنيه. في تعليقات تاني ايه
ماشي في خطاب عفيفي وكمان نقطه هل تم فتح القيد في الفتره القادمه بيدل على كلامك ان هي هتكون برضو تفرق في اكيد خطه الزمالك الفتره القادمه لو القيد اتفتح ولا اتمد منع الزمالك من القيد، ولكن حتى الان طبعا هو القيد مفتوح. طيب في محمود سليم بيقول افضل تيم في النادي هو فرقه 2003. وفي احمد زانتانوفيتش بيقول يا استاذ احمد رايك، يعني شايف انه خيانه اللاعبين للفريق وتمردهم على الاداره. طبعا ده مفيش حقيقي، مفيش حد اسمها كده. اقول لك على حاجه، انا مش موجود معاهم يا جماعه وانت مش موجود معاهم، فبالتالي انا مش هضطرت حاجه. اسهل حاجه دلوقتي هقول لك، وانا تحت وانا طالع الاسانسير، قبل ما اطلع الاسانسير مجموعه من جمهور الزمالك قابلوني قالوا لي كابتن احمد ارجوك اطعف اللعيبه دي شويه، اللعيبه لازم تموت نفسها. ايوه دي مشاعر، اللي بيحرك الجمهور هو المشاعر، الاحساس العام بتاع ان اللعيبه لو موتت نفسها هتكسب. انك تموت نفسك ده ممكن يكون كويس، بس لو موتت نفسك وانت مش منظم مش هتكسب. كل حاجه في الكوره لازم يكون ليها مقدارها. ان انا موت نفسي ده مهم، وان انا ابقى منظم ده مهم، وان انا ابقى في احسن فورمه ليا ده مهم، وان انا اركز لان انا ممكن ابقى بقدم مباراه عظيمه واغلط غلطه واحده وابوظ الماتش، ده مهم. كل حاجة مهمة في الكورة، فلازم نحط كل الحاجات دي مع بعض. انما ما فيش اسهل من ان احنا نطلع النهاردة نهاجم اللاعبين ونهاجم الكل بقى. فاهم العمل، انت اتغلبت فسهل ان انا اقوم خابط كل الناس في الحيطة يعني، بس ده بصراحة مش منطق وعمره هو ده الحل. محمود احمد بيقول كابتن عز يعني ده نتيجة سوء ادارة، ليه اجيب مدرب ومشي مدرب في وسط الموسم لمجرد الهزيمة مرتين في الموسم؟ شوف كم مدرب مر على نادي زمالك، 31 مدرب خلال 5 سنوات حتى الآن، مش عيب لعيبة. ويعني كومنت طويل، هي الإدارة مش اللي مشت فريرا لمجرد خسارة السوبر، يعني كلها بتصب في حتة إن هو إن مشيان مدرب وقدوم مدرب كان غلط. التجربة دي حصلت للزمالك السنة اللي فاتت بالظبط، وجه كارتيرون كان أول مباراة لي الترجي في القاهرة وخسر الزمالك 1-0، ولكن كان في النهاية المحصلة هو الفوز بالدوري. فهل هو أصلا قرار زي ده في التوقيت ده كان صح ولا غلط؟ وهل ممكن تكون النتيجة هي ولا صح؟ لا، قال الكارتيرون كان صح 100%، ما فيهاش أدنى جدال يعني. الراجل كان كل حاجة اتحرقت معاه خلاص. بالظبط. أولا تجارب جرب 3-5-2 وما نجحتش الفكرة. المباريات ابتدت تفك منه، الفرقة ابتدت تفك منه، حلول منعدمة، حلول ما فيش خالص. فالفرقة كانت ابتدت تفك من إيد باتريس كارتيرون تماما. فبصراحة لا، رحيله كان إجباري. وكمان الفكره العامه بتاعت الحاجات اللي طلعت فيه البيانات بتاعه الرحيل، اللي هو ان كارتيرون كان قلقان، متفق مع فريق كمان والكلام ده كله، برضو في الاخر برضو راح فريق فعلا زي في السعوديه. لا لا بص، مش هتكلم في الحاجات دي لان في الاخر انا ما اعرفش ادلل عليها، وبالتالي طالما ما اعرفش ادلل عليها مش هقول. بس اقصد ان في النهايه الراجل لم يكن مستريحا، واللعيبه ما كانتش مستريحه مع الراجل، والاداره ما كانتش مستريحه مع المدير الفني، وبالتالي ما كانش في حاله خلاص من الهدوء. فبالتالي كل حاجة كانت لازم تنتهي، ومشيت بأحسن طريقة ممكنة. وقدوم جوزوالدو فيريرا، مفيش مدرب أنا أقدر أدي لك عليه ضمانات نجاح حتى لو جبت مين طبعا. لكن اللي أنا أقدر أقوله أن كل مدرب في الدنيا هو عبارة عن رصيد، الرصيد ده إن تم استخدامه بشكل جيد فرقت معاك، وكل مرحلة ليها الراجل المناسب ليها. فزي بالظبط كده لما الاهلي جاب بيتسو موسيماني، جابوا ليه؟ جابوا عشان ده الراجل المناسب للمرحله الحاليه. انا داخل على سيمي فاينل افريقيا، مش هينفع اجيب واحد ما عندوش فكره عن افريقيا ويتعلم لسه من اول وجديد في افريقيا. فبالتالي كل مرحله ليها الراجل المناسب، وجوزوالدو فيريرا يبدو على الورق انه الراجل المناسب. يتبقى ان الاداره تكون منسقه مع الدنيا، والفريق كله ماشي في اتجاه واحد، والهدف متحدد من الاول، والدنيا واضحه. محمد حسين بيشيد بيك، احمد عز عبقري وكلام محترم وشخص محترم، الله يبارك لك. وفي مين تاني؟ في تامر علي بيقول هل مقتنعين الزمالك عنده راس حربه؟ السعيد والجزيري بلح مقتنع المحترفين كلهم على مستوى، لا لا لا، رايك في ابو جبل؟ يعني في الاخر هو شايف ان مستوى اللاعبين متراجع تماما. ماشي، مستوى اللاعبين متراجع ده احنا متفقين عليه. فكره الاجانب ففي حاجات ينفع تتقال، بمعنى ان هل حمزة المسلوسي أجنبي يقدم الإضافة؟ أصل الأجنبي ده واخد حيز، واخد مساحة استثنائية في القائمة، فالمفترض أنه يكون بيقدم حاجة استثنائية للفريق، مش لازم بالمناسبة يكون أساسي جيد، ممكن يكون بديل جيد. حمزة المسلوسي من اليوم الأول وزنه زايد، هو لاعب شهير بأنه بيدافع كويس،
انا بصراحه مش هجيب ظهير ايمن اجنبي عشان بس بيدافع كويس، وحتى ده ما شفناهاش اساسا سبيشلي. لا هو دافع في اخر يعني الموسم، كان ماتش السنه اللي فاتت بس قصدي بس تحديدا انا مش هجيب حد بيدافع كويس واغلب الوقت هو مش فورمه. فانا بالنسبه لي حمزه المسلوسي مثلا، مثلا يعني ان عاد عمر كمال عبد الواحد للزمالك الموسم المقبل هيبقى اكيد افيد بكتير، وتستخدم الاجنبي في مكان اخر. محمد ونجم انا ما كنتش بشوف ونجم ورقه لا تستحق التواجد في الزمالك، هو ورقه اجنبيه جيده، لكن ونجم في النهايه هو واحد من اللاعبين اللي اعتاد انه يكون من نجوم المشروع، وبالتالي جلوسه على مقاعد البدلاء محتاج الهندله بقى، محتاج ان المدرب يكون بيتكلم معاه دايما، بيعرفه هو ازاي هيبقى اساسي، امتى هيبقى اساسي، هيلعب قد ايه، ما ياثرش على حظوظه في حاجه وهيستفيد منه. لكن ونجم في الوقت الحالي عقده بيخلص، مش حاسس ان النادي ناوي يجدد له، وهو مش بيقدم اداء جيد لان هو مش في افضل حالاته. فكل حاجه اجتمعت على ان لا، يبدو ان الرحله انتهت مع محمد ونجم. فدول اتنين، ناقص لك اشرف بن شرقي، كلنا عارفين القصه وكلنا عارفين ان الافضل طبعا بقائه لانه لعيب كواليتي عالي جدا. والناس اللي بتتكلم بالمناسبه بتقول ان مستوى اشرف بن شرقي ده احنا مش عايزينك، ما هو انت عارف الاصل كان ايه، فاللي هو مش معنى اللي هو اللحظه ديت ان هو اداؤه متراجع لاسباب كتيره يبقى هو ده الطبيعي. بالظبط كده. رزاق سيسي نفس الموضوع. رزاق سيسي هو كواليتي وكواليتي عاليه، بس انت ما شفتش رزاق سيسي قبل كده مع الزمالك، يعني انت شفته مع فريق وسط جدول طبعا الاتحاد السكندري كان ممتاز عظيم بيقدم اداء عظيم، بس هل بقى بيجي دور التحليل، تحليل الاداء. الراجل في المساحات الضيقه ممتاز، في المساحات الواسعه ممتاز، اللعب برجل اليمين ممتاز، الشمال ممتاز، وبالتالي انا لو مكان الاداره وباخد قرار انا مش هخسر اللاعب ده، انا هجدد له وعيه مره تانية. لان المشكله الرئيسيه بتاعت رزاق سيسي دلوقتي ان في زحمه في مكانه وهو محتاج وقت كتير على ما يرجع. لا انت هتستحمله لحد ما يرجع والوقت الكتير، ولا انت هتستحمل خسارته لما يرجع. وبالتالي الاحسن انك تجدد له وفي نفس الوقت تتجه انك تخرجه مره تانية، يقدم العروض الممتازه، ياخد وقته لحد ما يرجع، لان العوده من الاصابات اللي شبه كده صعبه. النقطه الثانيه ان حصل تسارع، مش استعجال على رجوعه، بس تفتكر ان اللجنه السابقه حاولت ان هي لما حصل الايقاف بتاع القيد حاولت انها تصدر الامل للجمهور بان هي فرزاق سيسي ابتدى جري النهارده، رزاق سيسي ابتدى جري قوي النهارده، رزاق سيسي ابتدى يجري كتير النهارده، فاهم؟ وعبد الله جمعه بسببه الجديد على سبيل المثال. الجمله دي كانت بالنسبه لي اللي هو ما هو عبد الله جمعه واحد من القايمه، احنا ليه كاتبينه في الصفقات او في رساله الطمانينه؟ فانت بتتكلم هنا في ان كان واضح ان ده التوجه. فرزاق سيسي عاد بشكل فيه تسرع، هو مش جاهز، ويبدو تماما لكل اللي متابع رزاق سيسي ان هو مش جاهز. لكن بصراحه اخاف ان هو يمشي لان انا عارف كويس ان هو لعيب كويس، واستمراره من عدمه هيبقى مرهون طبعا بمدى قدرتك على استخدام افضل منه اساسا يعني. بالظبط. بس انا مقتنع ان هو يستمر على سبيل الاعاره. احمد نبيل بيقدم الحلول، بيقول رمضان بدل بن شرقي، صبحي بدل ابو جبل، دونجا بدل اوباما، وادي بدل الجزيري، عمر كمال بدل المسلوسي، احمد عاطف بدل ونجم، واساسي بدل رؤى، وعبد الله بكري بدل محمود علاء. طيب هنا في نقط مهمه قوي 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 ممكن نحط ايدينا عليها. اولا نفتكر كويس، يعني بص العنوان الرئيسي لا تكرر اخطاء الماضي. اعمل اخطاء جديده يا سيدي على عيني وعلى راسي، بس لا تكرر اخطاء الماضي. لما كل سنه كنت بتروح تلم احسن 20 اسم موجود في الدوري، عمر ده ما كسبك دوري، صح؟ اللاعب اللي بيرقص في نادي صغير ده مش معناه بالضروره انه هيجي يرقص في نادي كبير بنفس الكيفيه، لان انت بتلعب كره مختلفه. فلازم تبص على كل اسم من دول وتحللهم. رمضان صبحي ايه اللي يخلي بيراميدز يبيع؟ ما فيش غير لو قدمت له اوفر بقى، يعني لا يعني يرفض، او لو قدمت له الاوفر الذي لو رفض طب ما نقدمه لبن شرقي، على حسب بقى مين افضل بالنسبه ليك. يعني حطها اللي هو اصل انت تشتري لاعب فتدفع فلوس لبيراميدز وتدي لرمضان فلوس كتيره اسهل، ولا انك تدي فلوس كتيره لبن شرقي لان هو مفترض ان انت اللي انت ضامن نجاحه خلاص، او ضامن جربت نجاحه قبل كده معاك اساسا، جربت نجاحه، انا بتكلم ماليا اهو، اقدم عرض لبيراميدز ادفع له فلوس وادفع لرمضان فلوس اسهل،
ولا ادفع لبن شرقي بس فلوس؟ ما هي اكيد الاسهل بن شرقي طبعا. طيب. الا بقى لو انت خلاص ان فقدت الامل ان هو بن شرقي هيكمل معاك. ما انت لا انت بتقول ان بن شرقي هيكمل في حلقه واحده. لو انت قدمت له عرض لا يمكن رفضه، صح؟ زيه زي رمضان. ماشي. يعني هو لو شرقي، لو بن شرقي عايز يمشي، هو اكيد مش عايز يمشي عشان هو مش عايز يكمل. هو هيمشي عشان جاي له اوفر، جاي له اوفر اعلى. فانت لو عندك قدره تدفع الاوفر الاعلى وكده كده ده نفس اللي هتدفعه لرمضان صبحي، طب ما تديه لبن شرقي. فانا السؤال الرئيسي يعني هو بيراميدز يبيع ليه؟ فده ينطبق على رمضان وينطبق على وادي. ووادي اصلا في اوقات كتير بيقعد على الدكه بيراميدز طبعا كتير. هو هو اسامي مش اساسي حاليا، الاساسي هو لاكاي، وبعد كده هيبقى فخر الدين بن يوسف في احتياطي لاكاي، وبعد كده يبقى وادي. فليه وادي؟ ما اعرفش. عمر كمال عبد الواحد طبعا حل ممتاز، احمد رفعت طبعا حل ممتاز، بس مين قال لك انك ضمنتهم؟ مفيش رفعة تحديدا وضمنت انك تتعاقد معاه يعني، لان برضه فيوتشر اكيد واحد من الانديه اللي بالنسبه له جاي علشان ينافس وبيبدي للمستقبل، والمساله هتتخلى على اللاعبين بسهوله. انما لو جم هم لعيبه كويسه، بس هل جوز فالدو فيريرا عايز جناح ايسر زي احمد رفعت بيفتح الخط وبيرقص وما بيرجعش يدافع؟ طب هو هل فيريرا محتاج لاعب زي احمد رفعت بطريقته المعتاده الانسب لطريقته هو اصلا حد زي احمد رفعت؟ يعني الاسلوب الرئيسي لجوزالدو فيريرا بيعتمد على اللعيبه اللي بتلعب في العمق اكتر، مش اللعيبه اللي بتلعب على الطرف اكتر. بتكلم على الثلاثه اللي قدام. وبالتالي لو هو عنده اوبشن انه يجيب واحد بيعمل الدور بتاع عمق الملعب اكتر هيروح له. انما في نقطه تانية، اشرف بن شرقي هو بيقدم للزمالك الحل السحري فيما يخص واحد على واحد، واحيانا واحد على اتنين، لعيب حريف جدا، صح؟ اقرب نموذج ليه قدام عينينا مش اجنبي هو احمد رفعت. فلو انا بالنسبه لي هستثني الجناح الشمال من اللعب في العمق والدفاع عشان هيقدم لي الحل السحري، اوكي خلاص مفيش ازمه، ويبقى احمد رفعت واحمد سيد زيزو تمام جدا. فهي هتبقى على حسب رسمه الفرقه كلها عايزه ايه او بتعمل ايه. بس لو بتسالني على لاعب هيقدم لي نفس الكواليتي بتاعت اشرف بن شرقي فيما يخص الحريه الهجوميه، احمد رفعت ممتاز. لكن هل ده اللي عايزه فيريرا؟ يمكن يكون عايز حد مختلف. وبالتالي انا اقصد ان اللي بيحط الكلام ده هو واحد بيلعب فوتبول مانجر طبعا طبعا، هو بيلعب فانتسي. انما هي هتتقاس بان نقعد على الترابيزه ومعانا كل الورق يعني. طيب احمد الاول المشليني بيقول هل لو كان اسامه نبيه استمر في قياده هذه المباراه افضل واستلم فيريرا بعد هذه المباراه، خصوصا انه ادى مباراتين جيدتين؟ ما اعتقدش كانت هتفرق كتير يعني. بص انا لا افضل دايما الحاله لو بتاعت لو دي، لان بالنسبه لي ما اعرفش، ما هو بالنسبه لي برضو ماتش فيوتشر كان ممكن يخسر الزمالك فيه سكور طبعا. يعني قصدي ما هو في النهايه انا لا استطيع لوم اسامه نبيه على ماتش فيوتشر، على الاراء يعني في ماتش فيوتشر، لانه وضع استثنائي، ولا استطيع ان انا اقول ان استمراره كان هيبقى نجاح، لان في كل الاحوال الكيرتيكر ده هو وضع استثنائي، والوضع الاستثنائي ده ما تضمنوش النهارده من بكره، ما تضمنوش. فبالتالي ما اعرفش اذا كان بصراحه اجابته صح ولا غلط، ما اعرفش، لانها لو دي سهله مطاطه بالظبط. طب انا عندي سؤال جه في بالي كده، هو بمناسبه الكلام عن فيريرا، ومش عارف هل تملك اجابه ليه ولا لا يعني، بس هو فيريرا في الولايه الاولى برضو من اللاعبين القلائل المستمرين كان طارق حامد. طارق حامد ما كانش ليه دور اساسي مع فيريرا في خطته اللي هي قلنا انها بتبقى 4 3 3، ولنفس السبب يقال ان طارق حامد هو ده سبب استبعاده من منتخب مصر، لان كيروش بيلعب بنفس الطريقه دي اللي هي مش بتحتاج نوعيه طارق حامد. فهل ده ممكن طارق مش كان اساسي مع فيريرا؟ هو لا، كان ابراهيم صلاح هو اللي كان بيلعب اكتر في الولايه الاولى طبعا. طارق حامد لعب طبعا، بس ما كانش بيعتمد عليه على بشكل كتير دائم يعني، عشان كان لسه جاي، وكان كله لسه جاي، كان الزمالك يعني قصدي جداد. قصدي مش ده مش طارق بتاع زمان. هو بقى ده السؤال، هل بقى الوضع نفسه هو ولا لا المره دي هيختلف وطارق حامد هيكون عنصر اساسي، خاصه ان اساسا مفيش حد يعني، احنا بنتكلم عن خط وسط الزمالك من غير طارق حامد الفتره اللي فاتت في منتهى السوء يعني. لا ما اعتقدش. بص اقول لك على حاجه، فكره ان انا ابقى مدير فني منتخب مصر مختلف خالص عن ان انا ابقى مدير فني لنادي طبعا بفترات انتقالات محدده وبظروف خاصه. فالمنتخب في النهايه انا عندي رفاهيه ان انا اقول فلان لا، لان انا عندي اختيارات من كل الاتجاهات، بينما في النادي هم قايمه مقفوله. فانت بتشوف احسن اوبشن. فبالتالي حتى لو انت في العادي احسن اوبشن ده انت عندك معاه او عندك عليه تحفظات، فانت بتحاول تساعده ويتخلص منها لحد ما نوصل لموسم الانتقالات ونقرر. بس انا مش شايف ان طارق اصلا عنده المشاكل دي في الوقت الحالي مع الزمالك خالص. فيريرا
فكره بقى ان الكوره ما بقتش عايزه طارق حامد، ده سؤال فلسفي قوي. ان الايه الكوره ما بقتش عايزه طارق حامد بمعنى ان اللي هو اصل في ناس كتير بتقعد تقول لك يا جماعه احنا ما بقيناش ما يبقاش ينفع يكون عندنا اللعيب اللي بيقطع الكوره بس. هو اولا طارق اتحسن في حاجات تانية طبعا، بس غير كده كمان لا هو عادي في لعيبه كتير في العالم هي دورها تقطع الكوره بس طبعا. ففي فرق بتعتمد على النوعيه دي، ومنهم طبعا بفارق المستوى انجولو كانتي كازميرو دي نوعيه، وفي نوعيه وبيكملوا في الهجمات وبيروحوا بس بتبقى انت عارف في الاخر يعني كازميرو مثلا بيكمل في الهجمات بالطريقه بتاعه اللي هو ما حدش عامل حسابي ويا تيجي يا ما تجيش. انجولو كانتي نفس الموضوع، وفي مدارس تانية، المدارس مثلا اللي زي بتاعه يورجن كلوب اللي هو انا مش عايز الكاتر بتاع اللي بيقطع الكوره ده يبقى اشرس واحد في الملعب، لان انا اصلا اشرس ناس في الملعب الثلاثه اللي قدامي بيه، فانا بالتالي الثلاثه اللي قدام هم اللي يضغطوا ويجيبوا لي الكوره، وانا عايز واحد ملقط مش كتر. هو الراجل عارف يقف فين وامتى ويصطاد الكوره ازاي، وبالتالي بقى مش محتاج النوعيه دي. فكل مدرسه على حسب انت بتطبق ايه. على سبيل المثال لو الزمالك قرر ان هو يطبق ضغط عالي وحط مثلا يعني ونجم واشرف بن شرقي وعمر السعيد، لا انا محتاج كتر يعني فاهم، لان الثلاثه ما بيضغطوش بقوه بالظبط كده. فبالتالي انما لو مثلا الثلاثي بتاعي اللي هيلعب شبه احمد سيد زيزو او كان في مصطفى محمد مثلا في مثلا فاهم، يبقى ساعتها النوعيه دي لا تستحمل ان انا ما اجيبش واحد بيقطع كرة بس، انا عايز واحد يقرا اللعب بشكل جيد ويساعدني في الكرات الطوليه او في اعاده الكره مره تانية للهجمات. واعاده الكره بيبقى اغلب الظن الاتجاه المعاكس، يعني الكره ناحيه اليمين فاحنا بنقلبها شمال او العكس. فكل مدرب على حسب اسلوبه وعلى حسب فلسفته بيختار اللعيبه، بس طارق في الوقت الحالي وبكل تاكيد لو موجود هيلعب ما فيهاش يعني. ولو عكسنا النظريه فطارق حامد من اللاعبين المعروف ان هو بيتطور وبيعرفوا يتعلموا كتير، وربما لعبه مع فيريرا قد يطوعه لخطه 4 3 3 فيكون حل جديد لمنتخب مصر. حل مطروح. ايوه بالظبط، بس هو السؤال اصلا هو طارق بعد عمليه عدم التجديد هيكون وضعه ايه؟ خلينا نشوف. ولا هنشوف اصلا اسم ممكن في الاخر يجدد في الاخر يعني شفناها كتير حاجات زي دي. اشرف السيد بيقول الزمالك من غير طارق حامد حاجه تحزن. وخالد حموده بيسال مين اللاعب اللي قادر يعوض غياب طارق حامد في حاله عدم التجديد، وهل اوباما دور مهم في الزمالك ولا ممكن ناصر ماهر او محمد ابراهيم يبقى احسن منه؟ محمد ابراهيم او ناصر ماهر. ناصر ماهر ده اوباما، وطارق حامد لو ما جددش مين قادر على تعويض طارق حامد في الزمالك؟ مش حاسس ان المفروض تروح لمحمد ابراهيم او ناصر ماهر في الوقت الحالي. اولا ناصر ماهر لسه بيتحسس خطواته عشان يرجع فورمته، هو ابتدى يجيب فورمه بس ابتدى يجيب فورمه دي اللي هي على قد انك ابتديت تشوف منه لقطات حلوه، انما لسه هو مش ناصر ماهر اللي كان كويس في سموحه واللي ينفع يلعب في سموحه. لا يعني لا سيما ان في سموحه هو اصلا كان بيلعب 8 اساسا، ودي اللقطه اللي ناس كتير قوي مش بتحطها في الحسابات وبتقيمه كصانع العاب بالظبط كده، زي بالظبط كده مصطفى فتحي اللي كان بيلعب مهاجم في سموحه، فانت قمت جاي حطيته على الوينج رايت. ايه ده هو انت ليه مش هداف الدوري زي بالظبط كده؟ لا ما انت لازم تتفرج عليه يا بيه قبل ما تشتري. فدي بالنسبه لناصر ماهر. بالنسبه لمحمد ابراهيم فانا مش ميال ان انا لما اضم لاعب ان انا اضم لاعب ايا كان اسمه ما عندوش التكامل بتاع الواجبات الدفاعيه، وبالتالي خلينا يعني طالما هانفق وهجيب لعيب انا احاول اجيب لاعب سواء من الدوري المصري او من بره الدوري المصري، يعني لعيب اجنبي يكون عنده الحل الاضافي بس في نفس الوقت الكواليتي بتاعته تكون مرتفعه على كل الاصعده بتاعه الدفاع والهجوم يعني. ده بالنسبه لاوباما. اصلا استكمال لحته اوباما، هل في خطه فيريرا المعتاده هو مفيش صانع لعب اصلا؟ مفيش صانع لعب اصلا، فاللي هو لا بس مفيش مانع ان انت يعني لو اوباما قصدي مش هتجيب حد مكانه، مش هتجيب بقى صانع العاب صرف، هتجيب لاعب يكون يصلح اكتر لخطه فيريرا. كان في اسامي تانية غير احنا قلنا طارق حامد، هو مين البديل الانسب لطارق حامد؟ بص في المنتخب مهند لاشين لما لعب كان مميز جدا، فلو في امكانيه للتعاقد مع مهند لاشين من طلاع الجيش اعتقد ان هو لاعب جيد جدا يعني. طيب محمد يوسف الشرقيه بيقول يا جماعه انتوا بتتكلموا عن الزمالك وسايبين فرقه كفر الشيخ بعد الانجاز على فكره عملت قدام فاركو حضرتك، انا كنت بتفرج على الماتشين على التوازي. ايوه يعني لا انا شفت ماتش كفر الشيخ وفاركو وكفر الشيخ فعلا تفاجئوني بتسع لاعبين فاجئوني. لا اسيبك من كده، اولا هو فعلا فرقه هاديه قوي بتلعب كره هاديه، يعني اللعيبه بتنقل الكره تحت الضغط وبتعمل شغل ممتاز بصراحه يعني.
فلا لا لعيبه ممتازه. كل التحيه لكفر الشيخ الحبيبه. وخالد جمال بيقول يا كابتن احنا نجيب شادي حسين مكان عمر، عمر السعيد اه، وابوكا مكان الجزيري، ودونجا مكان طارق، وفي مؤيد اللافي بتاع الوداد ولاشيد، نفس الفكره بتاعه اللي هي الفوتبول مانجر. هنتكلم عنهم لو انت بتتكلم معايا في شادي حسين مكان عمر. شادي حسين، فشادي حسين هو مش راس حربه صريح، هو راس حربه بيتحرك من الجناح. هل ده الطريقه بتاعه جوزوالدو فيريرا؟ لا. هل ممكن يستخدمه كجناح ايسر؟ ممكن. هل ممكن يغير طريقته ويطوعها عشان شادي حسين؟ ممكن. لكن انا ما اعرفش كل الاجابات بتاعه الاسئله دي. هل لو انا في ايدي فلوس وهشتري شادي حسين او هشتري اللي انا محتاجه اللي هو اللاعب رقم 9 رقم 9 اللي انا متعود العب بيه في الفرق بتاعتي كلها، هعمل ايه؟ هشتري رقم 9 رقم 9 طبعا. طب انا هسالك سؤال كده لو خدناه كده، معلش عارف انت ايه الكابشن بتاعه هيبقى حلو يعني، بس ونقلل الفرضيات شويه. لو انت دلوقتي المسؤول عن تعاقدات الزمالك ومعاك الموارد، وفيريرا بناء على خبرتنا بمشاهدته هيلعب بطريقته المعتاده، فمين صفقات فعلا تكون مناسبه للزمالك حاليا؟ او بلاش مين صفقات عشان ممكن تكون ما تكونش حاضره في ذهنك. المراكز اللي محتاجه دعم فوري علشان تخدم طريقه فيريرا وان هو تكون معاه تشكيله مثاليه. انت عارف الاجابه بتاعت تغيير الدماء دي بتبقى يعني ناس كتير بتحسبها اللي هو زي ما الناس بتعمل كده فوتبول مانجر، كل هختار لعيب واحد في كل مركز ونقفل اللعبه. بس هي في الحقيقه انا بشوف فعلا ان انت بتبقى محتاج اكتر وانت بتبني فرقه للمنافسه على القاب كتير زي الزمالك، المفترض انك تبني حاجه متكامله. بمعنى ان صحيح انا مش بحتاج بلاي ميكر، بس انا عايز يكون عندي اوبشن ان في اي وقت انا احتاجت بلاي ميكر يكون موجود. نفس الموضوع فيما يخص المهاجم المتحرك ولا المهاجم الثابت في منطقه الجزاء، ليه ما يبقاش عندي الاثنين؟ في وقت من الاوقات كان المفروض سير الدين الجزيري جاي، مصطفى محمد موجود، فده راس الحربة التيبيكال وده راس الحربة اللي بيتحرك من تحت، وأوباما بيلعب مهاجم وهمي، فأنا عندي التلاتة أوبشنز، فأنا ليا أدايق الأوبشنز على نفسي. فتمام الأسامي اللي بتتقال كلها كويسة، هي كل الحدوتة مش بس أنا عايز ألعب إزاي أو أنا عايز أعمل إيه وأنديتهم هتسيبهم ولا لأ، الموارد بتاعتي تقول إيه بالظبط كده. بس بس هو إيه الأصل؟ الأصل إن أنا ألاقي مهاجم رقم 9 تيبيكال عندي في الدوري حد كده؟ لحد دلوقتي يعني مروان حمدي هو اكتر واحد بسجل اهداف مثلا في بالظبط، بس احنا عارفين ان هو معار من الزمالك بالمناسبه طبعا. اي حد تاخده من سموحه او تاخده على مصر من مصر المقاصة او من تاخده حسن. من كابتن ايهاب جلال او حسام حسن ماشي الحال، لازم تراجع وراه كويس قوي كان بيلعبوا فين عشان الناس تفهم برضو، مش عشان تقليلا منهم، عشان هو بيطوعوهم حسب ما هم عايزين بالظبط. كان بيلعب في انهي مركز وكان بيلعب في انهي طريقه لعب، وبالتالي هو اضاءه ازاي، اضاء نجوميته دي ازاي. ففرقه الكاونتر اتاك العظيمه اللي عاملها احمد سامي في سموحه هي ممتازه، بس انت ما بتلعبش كاونتر اتاكس في الزمالك، فبالتالي لا انت محتاج مهاجم رقم 9 اجنبي، وممكن يكون معاه واحد زي شادي حسين، بس بشرط ان انا ابقى بسال عن شادي حسين في التدريبات هو ليه بيخسر كوره كتير، لان دي نقطه لا تصلح بالنسبه للفرق اللي زي الاهلي والزمالك. بيخسر الكره كتير فيما يخص التمرير، يعني احيانا التمريرات بتاعته دقتها محتاجه ترتفع، هي كانت حاجه 60% اخر مره كنت بصيت عليها، فهي محتاجه ترتفع. انا عارف ان المراكز دي بشكل تحليلي يعني احصائي المراكز دي الاكثر عرضه لفقد الكوره، بس برضو الحاجه 60% ممكن جدا يرتفع. لو انا اطمنت للنقطه دي فاوكي ممكن يكون حل من الحلول اللي موجوده في الدوري ومنوره بكل تاكيد. بالنسبه لاحمد عاطف مثلا من فيوتشر الناس بتتكلم عنه، هو مهاجم حركي، هو مش مهاجم صندوق تيبيكال، هو طوله ومش هو مستو، هو مستو انه من اكتر اللعيبه اللي بينزل يساعد مع زمايله، ومن اكتر اللعيبه اللي عنده شراسه في الضغط العالي، لكن مش تيبيكال نادي الزمالك، مش اللي الزمالك بيدور عليه في الوقت الحالي، فانا ممكن ما اشوفوش. احمد رفعت على سبيل المثال تمام، لو جه احمد رفعت فهو اوبشن ممتاز يعوض لي الحلول الفرديه بتاعت اشرف بن شرقي، بس لازم ابقى فاهم ان ده اللعيب الوحيد اللي في الملعب اللي هياخد رفاهيه عدم الدفاع. طب ولما ده ياخد رفاهيه عدم الدفاع يبقى ده معناها ان اللاعب اللي وراه الباك الشمال هيبقى عنده اسئله كتيره جدا على الواجبات الدفاعيه، فتوح هيشيل كتير. والحاجه الثانيه ان لاعب الارتكاز لو هلعب بثلاثه ارتكاز زي الطريقه بتاعته هيميل عليه وهيساعده كتير انه ما يرجعش. عشان يساعده كتير ما يرجعش لازم يكون لاعب اشول عشان عنده قدره على فتح الملعب. مين بقى لاعب اشول؟ رقم 8 في الدوري المصري. اصلا كيروش مش لاقي رقم 8 يلعب بيه في منتخب مصر. ف
هل اجيب اجنبي هنا؟ ممكن خلاص اوكي يبقى هستثمر المكان الاجنبي في الحته دي، وامام عاشور وطارق حامد. طب طارق حامد مشي، مهند لاشين، فيبقى او ممكن اروح اجيب لاعب اجنبي اخر يكون بيجيد بناء اللعب اكتر، على اعتبار ان انا هيبقى عندي احمد سيد زيزو قدام وهجيب مهاجم عنده قوه، فدول هينوب عن الباقين في الضغط شويه او هيساعدوا الفريق في الضغط وهكذا. مش عايز ابقى ممل، بس شايف ان هي فعلا انت ما بتلعبش فوتبول مانجر وما تختارش احسن لعيبه في الدوري قدامك وخلاص، لان التجربه دي حضرتك عملتها قبل كده وما نجحتش. وخليك تبقى فاهم كويس ان مدبولي كان لعيب حريف قوي بس ما بيدافعش، عنتر لعيب حريف بس ما بيبصيش كويس، الداوده انت شرير ارتكاز وهو اصلا كان بيلعب ارتكاز عشان الضغط العالي اللي بيتعمل على فرق المقصة، هو بيعرف يعدي بالكوره فهو ده بس اللي مطلوب منه، انما بقيه الواجبات الثانيه مطلوبه من لعيبه تانية. هشام محمد لما راح الاهلي كان نفس الموضوع، لعيبه منوره لاسباب، وفي لعيبه منوره لان هي كواليتي عاليه جدا، وفي لعيبه عندها نواقص ما تلاقيش على الانديه الكبيره، وفي لعيبه عندها نواقص ينفع تكمل، وفي لعيبه ما ينفعش تكمل نواقصها لان هي كبرت في السن على انك تكمل نواقصها، او ما عندهاش الجديه الكافيه في التدريبات. احنا ما عندناش الاجابات على الاسئله دي، اللي عنده الاجابات على الاسئله دي هو اداره النادي المفترض واداره التعاقدات في النادي، او يعني من يسوق التعاقدات في النادي، من يقود التعاقدات في النادي. فاحنا ما نلعبش فوتبول مانجر، هي دي بس كل اداره الزمالك، لانها اولا مطلعه على الرؤيه الفنيه للجهاز الفني، وثانيا على الوضع المادي للنادي، وعلى مواقف بالظبط اللي هو مواقف الانديه الاخرى من بيع اللاعبين من عدمه. اخر سؤال في الحته دي وبعد كده نتكلم بقى حاجه بسيطه عن الاهلي اللي هو ماتش بكره. آدم شهاب بيقول هل تعتقد أن فيريرا في عمره الحالي قادر على مهام التدريب ذهنيا وبدنيا مع مشاكل الحرمان القيد وعدم توفر سيولة مالية للتجديد؟ خلاص احنا خلاف الجزء الأول، لأن الجزء الأول احنا اتكلمنا عنه. أيوة كتير. بس هو لو عايز يربط الاثنين اللي هو يعني هو لو كان صغير في السن كان هيتعامل أحسن مع وقت القيد، ملاش علاقة. طيب. لا هو السؤال الخاص بالسن، بسن جوزالدو فيريرا بسيط، إجابته بسيطة، في ناس بتجيد التكليف الفريق العمل بتاعها بالشغل وهي تتابع، وزولدو فيرير كان واحد من الناس اللي بتعمل كده، وكريستيان جروس كان واحد من الناس اللي بتعمل كده حتى في الزمالك قصدي. وبالتالي هو لو الراجل جاي بس يقود مجموعة العمل اللي موجودة، بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل لاعب من دول عنده نواقص، مين اللي هيتكلم مع كل اللعيبة دي؟ المدرب الصغير في السن عنده الباور وعنده الرغبة وعنده الرغبة في التعبير، فالمدرب الصغير في السن بيقوم بالدور ده، بيروح يتكلم مع كل لعيبه ويقول له انت ناقصك كذا وانت محتاج كذا وانت وبيشتغل على ان هو بيخلص الماتشات ويروح يتفرج على كل الفرق على شركات تحليل الاداء، وبعد ما يتفرج على كل اللعيبه اللي قدامه اللي في الفرقه بتاعته ويعيد الماتش مره واثنين وثلاثه، يروح يتفرج على المنافسين فيكون كل الفكره. وفي المدرب اللي بيثق في مجموعه العمل، فبيثق في الورق اللي جاي له من ان ده تحليل الفريق القادم، ده تحليل اللعيبه بتاعتك، ده اللي اللعيبه محتاجه، وعنده الناس اللي تروح تتكلم مع اللعيبه، وعنده الناس اللي ترسم له التاكتكس او ترسم له قصدي التدريبات بناء على الفلسفه اللي هو عايز يطبقها في النادي اللي هو اختارها بناء على خبرته في اداره الامور، ان في الوقت الحالي انا محتاج اعمل كذا. فيريرا من المدرسه دي. السؤال المهم، هل الاجانب اللي جابهم هم الافضل لتطبيق فكره ولا لا؟ لو فهم ايده ورجله في السن الكبير، لو لا يبقى هو بلا ايد وبلا رجل في السن ده، وبالتالي هو مش وحتى هو صغير اصلا كان هو راجل اصلا اسمه بروفيسور، هو اساسا راجل اداري او صاحب رؤيه اكتر منه راجل بينفذ في على ارض الواقع. يعني مثلا باتريس كابترون كان بيحط القمع بايده، هو اللي بيحط أصل كمان في العمل مدرب بدني بالظبط كده. وعشان كده مثلا ده جزء من رحلته، فهو حتى كمدير فني دايما تلاقيه اهم اتنين عنده الباك اليمين والباك الشمال بيغيرهم طول الوقت، بيروتيت بينهم طول الوقت عشان يحافظ على لياقته، لان هو بالنسبه له هو ده اكتر مركز بيجري في الملعب، ده اكتر مركز انا محتاج منه لياقه عشان بيقوم بواجبات دفاعيه وهجوميه، ده المركز اللي انا هقعد ابدل فيه مثلا يعني. فكل مدرب جزء من شخصيته بتنعكس على طريقه اللعب واداره الماتشات. طيب كفايه زمالك، وبكره هيكون اكيد في كلام كتير عن الاهلي طبعا لانه يومه، ولكن لو قلنا كلمه سريعه عن مباراه الاهلي وسان داونز بكره، وقبل ما اتعلق هقول لك المؤتمر الصحفي بتاع بيتسو موسيماني النهارده قال ايه. قال بنينا فريق قوي يحتاج الى فتره، بناء فريق قوي يحتاج الى فتره لا تقل عن عامين، ومع الفرق الكبيره لا يمكن شراء الوقت ولكن يمكن اختصاره من خلال الانتصارات. ارسن فينجر احتاج لفتره ليصنع الانجازات مع ارسنال،
وكذلك أليكس فيركسون مع مانشستر يونايتد، والآن بيب جوارديولا مرت عدة سنوات ولم يحقق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي. لذلك يجب الصبر على المدربين، لكي تنجح قاريا يجب الفوز محليا، وشعار الأهلي مدجج بالنجوم التي تعكس هذه الثقافة. حتى مانويل جوزيه احتاج لعدة سنوات للنجاح، لاعبو الأهلي بدأوا في تفاهم فلسفتي وسويا نحقق النجاحات، وبعد مرور عامين يتشبع اللاعبون بفكر الجهاز الفني ويصبح الفريق أشبه بطائرة تعمل بدون طيار. أما عن ماتش سان داونز، لدينا دوافع كبيرة للفوز وأبحث عن الانتصار وليس إثبات قدراتي كمدير فني. تدريب الفرق الكبيرة مثل الأهلي وسان داونز يضع المدير الفني تحت ضغوط مستمرة ولا مجال للخسارة، كأن خسارة أي لقاء تعني الهبوط للدرجة الثانية. توجت مع الأهلي بلقبين لبطولة أفريقيا وأسعى بكل قوة نحو اللقب الثالث على التوالي. وسان داونز أيضا لديه دوافع الفوز بعد غيابه عن التتويج منذ 7 سنوات. وعن تقبله للضغوط الملقاة عليه قال: الكل شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وبالدوافع التي خرجت بالمباراة إلى هذه النتيجة، وهذا حال كرة القدم في كل مكان. لعبنا مباراة كبيرة في الذهاب ولكننا لم نوفق في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، بينما استغلوا هم فرصتهم وسجلوا هدف الانتصار. لا يوجد سبب محدد كثير أو رغاية لا يوجد سبب محدد للخسارة، وإنما هناك أمور مثل الإجهاد وغياب التركيز وعدم التوفيق في اللمسة الأخيرة. كفاية كده عشان مش هنخلص. أكن لا ولسه في أسئلة تانية. رأيك إيه في المباراة بتاعت بكرة؟ أولا هل الأهلي قادر على الفوز بعد الخسارة هنا في مصر؟ ويعني لو روشتة سريعة لفوز الأهلي من خلال رؤيتك لمباراة الذهاب إزاي؟ هو قادر على الفوز بكل تأكيد، بس هو بيلعب أكتر فرقة ليها هوية في قارة أفريقيا. أنا بحب صن داونز بصراحة. مش بيكسبوا صحيح، وانا عشان كده عمري مثلا لو انا في جنوب افريقيا او بشجع فرقه في جنوب افريقيا غالبا مش هشجعها، بس في نفس الوقت هحترم جدا اسلوب لعبهم. اسلوب عملهم خلاهم في ماتش الاهلي بينقلوا الكره من غير ما يبصوا، وهو ده اعتقد اللي موسيماني قصده عليه في حته ان الدنيا وقت علشان اصنع فريق زي ما صنعت في صن داونز. لانك اصلا بالقياس اول ما تسمع الجمله تقول وقت عشان نصنع واحد النادي زي صن داونز ايه ده، انت كسبان 2 دوري ابطال افريقيا، انت كسبت 1 في صن داونز طول الفتره اللي فاتت. فانا اقصد ان انت عملت اوريدي احسن من صن داونز، بس هو اكيد قصده على النقطه دي ان اللعيبه بتلعب بسيستم لعب في اليه، وهو ده الجمله اللي هو قالها. ولو اني انا بحب بيتسو موسيماني، بس انا مختلف مع الامثله كلها اللي ضربها ارسن فينجر والكس فيركسون وبيب جوارديولا. الاثنين كلهم عظماء، بس قصدي هو بيب جوارديولا ما كسبش دوري ابطال اوروبا صحيح، بس هو كسب الدوري الانجليزي اللي برضه التنافسيه فيه عاليه قوي طبعا. اليكس فيركسون احتاج لوقت سنة. ايوه بس مانشستر يونايتد كان اصلا مش نادي بطل وقت قبل ما هو يجي. نفس الموضوع نسبيا بالنسبه لارسن فينجر، لما جه كان ارسنال مش في افضل حال. فانا اقصد ان هم احتاجوا وقت لان هم كانوا مستلمين انديه بعيده قوي، انما الاهلي ما كانش بعيد قوي يعني طبعا. فبالتالي قصدي يعني ومانويل جوزيه اللي احتاج وقت، انا مش عارف يعني ماشي في الولايه الاولى وجه في الولايه الثانيه عدها له الراجل بيكسب. طب ما هو جه في الولايه الاولى خد دوري ابطال افريقيا اصلا في الولايه الاولى عادي جدا، بعد كده رجع هيبل على القاره اصلا. فما اعرفش الامثله اللي مش فاهمها قوي، بس هتفرج على المؤتمر عشان برضو ايه ما نظلموش في الترجمه، ما نظلموش في الموضوع. بس يعني هو اجمالا لا، هو فعلا الاهلي محتاج الوقت اللي انا مستنيه، او هو كده كده بيتسو موسيماني عمل انجازات طبعا. الوقت اللي فعلا هو محتاجه عشان، او هو محتاج وقت عشان ايه بمعنى ادق، هو محتاج وقت عشان الاهلي يرجع فريق مش بس بيكسب، ومش بس بيكسب بعروض كويسه، لا الاهلي يكون فريق عارف الجمله بتاعت اللي هي فريق معروف كورته حتى لو انت مش عارف هو مين اللي بيلعب. اه بالظبط، انا اقصد اقول الجمله بتاعت اللي كنت بقولها لك زمان على بيب جوارديولا، التخصصيه بتاعت الوان سايد جيم دي، ان بيب جوارديولا فرقه هي هي حلاوتها في العالم تكسب بول باس بول ولا ايه، لا ان هو دايما بيعمل وان سايد جيم اي ماتش داخل وبرشلونه بيب جوارديولا هو وان سايد جيم حتى يثبت العكس ايا كان المنافس. الاهلي جمهوره عايز كده، والاهلي لما بيقارن جوزيه ببيتسو موسيماني ما بيقدر، برغم ان بيتسو موسيماني عمل انجازات كويسه جدا، لكن هو النقطه دي اللي مخليهم طول الوقت حاطين جوزيه في حته تانية. بس وقتها برضو كانت ظروف المنافسين مختلفه، كل حاجه كانت وقيمتك كانت مختلفه طبعا. بس اقصد ليه الناس عينيها بتلمع وهي بتسمع اسم مانويل جوزيه؟
لان مانويل جوزيه فعلا خلى الكوره بالنسبه للجمهور الاهلي بسيطه عادي كده. هو وان سايد جيم طول الوقت. فلحد النهارده مثلا بتلاقي ان الناس بتقعد تقول على بيتسو موسيماني على فكره ده انت ما بتكسبش الفرق الصغيره. طب ما هو لسه كسبان فاركو ولسه كسبان مصر المقصه على سبيل المثال. على فكره انت ما بتكسبش الماتشات انت بتكسب الماتشات الكبيره بس. طب ما هو خسر ماتش بالميراس ما ده ماتش كبير. على فكره انت محتاج تثبت طريقه اللعب. طب ما هو غير ثلاث طرق لعب في ماتش بيراميدز وكسب. على فكره 4 3 3 دي خطه لا تناسب الاهلي. طب ما هو دي اللي كسب بيها الهلال السعودي. على فكره 3 4 3 دي اهدار للوقت كسب بيها الزمالك. فانت قصدي انت بتخبط في الراجل وخلاص. بس الفعل الحقيقه مشكلتك معاه ايه؟ مشكلتك معاه انه في بعض دقائق الماتشات ما بتحسش ان الماتش بتاعك. فبتقول مثلا ان في ماتش بيراميدز على فكره ده بيراميدز ضيعوا جوان. على فكره ده في ماتش الزمالك كان ممكن الزمالك يرجع. على فكره ده في ماتش غزل المحله الاهلي تراجع جدا. على فكره على فكره على فكره بتقعد تجمع حاجات هي تبدو يعني ابسط واقل من انك تهاجم بيها مدرب كسب كل الالقاب دي. مش منطقيه. بس هو احساسك الحقيقي او النقطه الحقيقيه الاحساس جاي من حته ان هو مش وان سايد جيم بالظبط. وده اللي جمهور الاهلي عايزه وده جمهور الاهلي شافه مع ماني جوزيه. وده اللي عشانه بيتسو موسيماني طالع يقول انا محتاج وقت. وقت ايه يا عم؟ انت اوريدي بقالك سنه وشويه في النادي وكسبان كل البطولات اللي في الدنيا، عايز وقت تعمل بيه ايه؟ انت اوريدي بتكسب. بس هو عنده الاحساس بتاع ان في احسن بكتير، والاحسن بكتير هي تيجي لما تشوف الماتشات كلها وان سايد جيم للاهلي. طيب كفايه كده، يلا بينا خلاص. يعني بشكرك جدا عز، وان شاء الله نكون موجودين تاني بكره معاكم بقى بعد ماتش الاهلي باذن الله في الكوره مع ريل بيتيس.